السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب، عليكم السلام ورحمة، أخبارك؟ كيف أحوالكم يا شباب؟ إن شاء الله تمام. الأمور الحمد لله. لا على خير، نبدأ. لا بركة الله. بسم الله. تمام. طيب، فلتي راوتر 1 راوتر 2 الرسمة دي، وبعدك طوال نشتغل الـ AI جي ار بي questions. راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 راوتر 4. فلتس سي الـ bandwidth هنا 10 100 10 100 10 10، والـ delay هنا 1 second، وهنا 1 second، وهنا 2 second، هنا 2 second، وهنا 1 second، وهنا 3 second، 3 second. طيب يا شباب، فالكوست من راوتر 2 إذا كان النتورك اللي هي النتورك 10.0، الكوست من راوتر 2 للنتورك 10 كم يا شباب؟ مش الكوست، الـ AIRP metric من راوتر 2 20 مش لو كان OSPF كان حيكون 20، إذا ده كان كوست، لكن النتورك دي شغالة AIRP. 4 سكند 3 سكند ماشي يا اخوان، يعني اي نعم الـ 2 سكند bandwidth هنا 3 سكند كله يا المتريك 3 سكند الديلي، لكن هل المتريك يا شباب في الـ AIRP بتحسب بناء على الديلي اونلي ولا في فاكتور ثاني؟ لا، في تاني فاكتور، في ديلي انا ده ديلي، وبعدين باندويت اند ديلي باندويث مش باندويت اند ديفايدد باي بالضبط. بالليست يعني المتريك 10 10 باور اوفر 7 مش كده؟ اوفر ديفايدد باي الليست باندويث. ليست الليست كلاس باندويث طيب من راوتر 2 لنتورك 10 في كم لينك يا شباب؟ اثنين 2، والاثنين 10 معناه الليست باندويث 10 مش كده؟ ثانية زايد مجموع الديلي ولا كيف؟ فيها مجموع الديلي كم؟ ثري مجموع الديلي 3. واضح يا شباب المتريك بيتحسب كيف؟ نعم. ممتاز. فكده راوتر 2، راوتر 2 حسب المتريك وبرسله لراوتر 1 اسمه الريبورتد reported distance، let's say 10000 ولا 100%. نعم. نفس الفكرة راوتر 3 هيحسب المتريك للنتورك 10 كيف؟ اوكي 10 over 10 over 7 divided by طيب list plus list delay. bandwidth اللي هو كم؟ اوكي 10 تاني 10 صحيح، زايد من معدلي كم؟ وان هنا عندك 3 في لأنه هنا 1 وهنا 2 مش كده؟ يس 3. فإذا راوتر 3 كده حسب المتريك لنتورك 10 وحيعلنه هنا اسمه الـ reported distance، ممكن يقول مثلا 15000. راوتر 4 برضه بحسب المتريك للنتورك 10 او ده راوتر 5 هنا، فهنا راوتر 5. فراوتر 4 هيحسب، راوتر 4 يا شباب لو ده رسم للنتورك 10 هيرسل عن طريق راوتر 5 5 بالضبط. فراوتر 4 لو داري يحسب المتريك لنتورك 10 هيكون 10 باور 10 7 باور 7 divided على by الليست باندويت 10 divided by 10 10 بالضبط، زائد من مجموع الديلي 5 5 صحيح، لأن 3 3 و 2 و 2. فهنا راوتر 3 حيعني راوتر 4 حيعني، هيقول الريبورتنج ديستنس مثلا 20000.
يعني راوتر 2، راوتر 3، راوتر 4، اي واحد فيهم لو نحسب المتريك، لو نحسب المتريك نتوركين بيعلن لراوتر 1، يعني له المتريك ده از ريبورتد ديستانس، يقول ماي متريك فور نتوركين از كذا، از 10,000، 15,000، 20,000، 10,000، 15,000، 20,000. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم. نفس الفكرة راوتر 1، لو شفنا الراوتنج تيبل اوف راوتر 1، راوتر 1 عنده مسار للنتوركين عن طريق راوتر 2 يا شباب، ولا كيف؟ Yes. جميل. فالمسار ده فيه كم لينك؟ من ثلاثة. راوتر 1 لنتوركين عن طريق راوتر 2، في ثلاثة لينكس، في اللينك دي ثلاثة. بالضبط، وفي اللينك دي، وفي اللينك دي، ثلاثة لينكس. فالباند المتريك هيكون، احنا بنحسب المتريك في راوتر يا شباب، ما في راوتر 2، المتريك في راوتر 2 ما حسبناه اوريدي. وكان كم يا شباب؟ السؤال كان شنو؟ نحن بنحسب المتريك في راوتر، راوتر راوتر 1 1 1 راوتر 1 صحيح، لان راوتر 2 يا شباب is complete مش كده؟ يس نحن حسبنا المتريك في راوتر 2 كان كم يا شباب؟ 10 كله to the 3 power of 7 over 10 plus 3 كان بالضبط. 10,000، وحسبنا المتريك في راوتر 3 كان كم؟ 15,000 بالضبط. وراوتر 4 كان كم يا شباب؟ 20,000 20 بالضبط. فناو وي ار كالكوليتنج المتريك في راوتر 1. راوتر 1 لو قدرنا نحسب المسار الاول عن طريق راوتر 2، في كم لينك يا شباب؟ من راوتر 1 لحد ال 10 نتورك، ثلاثة. ثلاثة. فالمتريك هيكون 10 باور 7 على كم؟ تن 10 على باور 7 على عشرة كم يا شباب؟ عشرة عشرة على 10 زائد مجموعة الديلي، مجموعة الديلي كم؟ الديلي 1 2 3 4 4 سكند 4، 4، لأنه هنا في 1 سكند يا واحد وهنا في سكند 1 سكند وهنا 1 سكند، مش كده؟ فليتس سي الكوست كان، المثل كان 11,000، فلكن راوتر 1 ايضا عنده مسار عن طريق راوتر 3 يا شباب، مش كده؟ هو عبر 2 ده مش كان 10,000 ما 11 مش ال 10,000 دي من راوتر 2 لل 10 نتورك، يعني من راوتر 2 هنا لل 10 نتورك دي 10,000، لكن نعم احنا حسبنا من راوتر 1 لل 10 نتورك اوكي 11,000 اوكي بالضبط. بالضبط. فطيب، فراوتر 1 عنده مسار ثاني عن طريق راوتر 3، نفس الفكرة 10 باور 7 على كم يا شباب؟10 10 على 10، على 10، بلس رغم انه بلس في 2 لينك هنا بلس 3 100، باي رغم انه هنا في لينك 100، لكن احنا بنشتغل على الليست باند مش كده؟ يس وبلس الديلي كم يا شباب؟ 2 هنا 3 باي 5 و1 5 5 هنا بقت 3، و2 هنا بقت 5 مش كده؟ يا نعم بالضبط. طيب فليتس سي ده كم 14,000، والمسار الثالث يا شباب من راوتر 1 عن طريق منه؟ فور فور من راوتر 1 عن طريق 4 بالضبط. ومن راوتر 1 لنتوركتين عن طريق راوتر 4 دي كم لينك يا شباب؟ ثلاثة ثلاثة، ثلاثة. ف10 باور 7 على ليست باندويث، يعني على كم؟ على تم عشرة على 10 زائد مجموعة الديلي، هنا 3 ثمانية وهنا 3 6 وهنا 2 8 صحيح. فلتس سي كان 15,000 مش كده؟ فإذا من راوتر 1 أفضل مسار من ناحية اي اي ار بي، هو من ناحية اي اي ار بي هو عن طريق راوتر 2 3 ولا 4؟ 2 2. فالراوت ده بنسموه شنو؟ في الاي اي دي ار بي لانجويج بنسموه شنو؟ ده بنسميه ما نسي ما نسي يا رب بي دي visible هنا visibility condition سكسسر، successor سكسسر visibility بالضبط، successor
اكسسر بالضبط. والمتريك اوف السكسسر اللي هو كم يا شباب؟ 11,000. 11 11,000 ده بيجي اسمه الفيزيبل ديستانس. فكرة واضحة يا شباب؟ يعني البيست راوت اسمه السكسسر، والمتريك اوف ذا بيست راوت اسمه اسمه الفيزيبل ديستانس. كل الفيزيبل ديستانس كلنا شباب 100%. ممتاز. طيب فبعد السكسسر قلنا في الاي اي جي ار بي في باك اب راوت، مش كده؟ نعم فيزيبل سكسس. الفيزيبل سكسسر، مش كده؟ فالفيزيبل سكسسر واحد من اثنين، يا اما الراوت عن طريق راوتر 3 او عن طريق مين يا شباب؟ فور فور او عن طريق 4 بالضبط. ففي فليت سي دي هنا ما 20,000، ليت سي دي هنا 9,000. طيب غريب. ف في الفيزيبل سكسسري يا اما يا شباب عن طريق راوتر 3 او عن طريق مين قلنا؟ أربعة 4 4. وراوتر 3 اعلى ريبورتد ديستانس كم؟ راوتر 3 reported distance 15,000 1000. 15,000. وراوتر 4 اعلى ريبورتد ديستانس كم؟ إذا ألف 9,000. فيما يسمى بالفيزيبيليتي كونديشن. الفيزيبيليتي كونديشن يعني شنو؟ يعني الفيزيبل سكسسر ما ممكن يعلن ريبورتد ديستانس اعلى من الفيزيبل ديستانس. الفيزيبل سكسسر كان هو راوتر 3 او راوتر 4 ما ممكن يعلن ريبورتد ديستانس تكون اعلى من الفيزيبل ديستانس اوف راوتر 1. الفيزيبل ديستانس اوف راوتر 1 هي كم يا شباب؟ 11,000. 11. 11,000. راوتر 3 معلن 15، معناه دي اعلى، مش كده؟ معناه اذا الفيزيبل سكسسر هو من يا شباب؟ راوتر 4. راوتر 4 بالضبط كده. الاي اي جي يا شباب. أسئلة الامتحان أسهل من كده كثير، لكن الرسمة دي بتجاوب لكم أي سؤال في الامتحان. يعني لو في أي سؤال في الـ AI GRP جديد، سؤال يعني ما كان في الـ 9 توت ولا كده، من خلال الرسمة تقدر تجاوبه، لأن دي الكونسبتس الرئيسية في الـ AI GRP، إنه المتري بتحسب كيف الباندويت والديلي، وفي السكسسر وفي الفيزيبل سكسسر وفي الفيزيبل ديستانس اللي هو المتريك أوف ذا بيست راوت، وفي الريبورتد ديستانس. كلنا شايف 100%. نعم ممتاز. طيب دقيقة بس الرسمة بنشوف. ممكن باك دقيقة الرسمة طيب ده سكرين شوت وده أيوة تكتب. يا سكرين شوت تمام تمام شكرا ممتاز. طيب يا شباب، فدي الاي اي جي ار بي كويستشنز. قال لك a router running EIGRP has learned the same route from two different paths. Which parameter does the router use to select the best path? قال لك router يا شباب شغال EIGRP يتعلم route، يعني يتعلم network، let's say 10 network from two different paths، من مسارين. router شغال EIGRP يتعلم النتورك من مسارين. هنا المفاضلة يا شباب بتكون based on a metric وال based on the admin distance. متريك metric المتريك. طيب الفرق شنو بين المتريك والادمين؟ كلامك صح. المتريك ليه قلنا المتريك ما قلنا الادمين ديستانس؟ الادمن اوكي جو اهيد نعم شايف. ليتس جو. لا لا قول يا حاجة لا ليتس جو ليتس جو. اوكي يا سو عم الادمن ديستنس تنعزم ولا شو؟ الادمن ديستنس ده لما يكون في ديفرنت بروتوكول ممتاز ممتاز. فالمتريك لما نتعلم راوند عن طريق مسارين مختلفين لكن نفس البروتوكول، المفاضلة بيست المتريك. الادمن ديستنس ديفرنت بروتوكول. السؤال واضح، انك راوتر رن اي اي جي ار بي معناه وان بروتوكول، ويتعلم ذا سيم راوت فروم تو ديفرنت باث، مسارين مش كده؟ فالمفاضلة حتكون بيست على المتريك يا شباب ولا شنو؟ فقال لك which parameter does the router use to select the best path؟ الإجابة الأولى cost. ما الكوست؟ لأن الكوست ده إيه يا شباب ولا كيف؟ admin distance قلنا يكون different protocols. الإجابة الصحيحة هي C metric.
الاس بعد له علاقه بالبي دي بي. كلنا جاوب 100%. ممتاز. طيب question 2, which two actions influence the EIGRP route selection process? Which two actions influence the EIGRP route selection process? قال لك الإجابة الصحيحة B and C. B قال لك the router calculates the best backup path to the destination route and assign it as a feasible successor. The router calculates the best backup path to the destination route and assign it as a feasible successor. هل يا شباب الـ EIGRP بعد ما حدد الـ best route هيختار الـ best backup يسميه الـ feasible successor؟ Yeah. Correct. يس، معناه الإجابة دي صحيحة مش كده؟ صح. نعم. والإجابة C قال لك the router calculates the feasible distance of all paths to the destination routes. The router calculates the feasible distance of all paths to the destination route. The router calculates the feasible distance of all paths to the destination route. الراوتر فعلا بحسب المتريك بتاع كل الراوت، لكن افضل واحد ده يكون الفيزيبل ديستنس يا شباب، ولا كيف؟ بس الإجابة ده واضح، هو مش سيدة. انا بفتكر في الوردينج ما واضح شديد، لكن احنا فاهمين القصة. Calculate physical distance of the path to the destination. أي لأن الـ visible distance هو لازم يكون أقل أقل مترك مش كده؟ يعني أيوه، لكن أقل مترك ده ما الـ reported بيحدد إلا distance لازم لحد، يكون أقل من الـ visible distance. ها؟ لا ده ما له علاقة بالريبورت، دي بتتكلم عن feasibility condition، لكن هنا بنتكلم يا أميمة عن feasible distance. الراوتر يا شباب عشان يحسب الـ feasible distance هل لازم يحسب المترك بتاع المسارات كلها ولا لا؟ لازم اي لازم احسب المتريك بتاعت المسافات كلها عشان بعد ذاك اقل واحد يكون اختاره. البيست كوست او البيست متريك يكون الفيزبل ديستانس، مش كده؟ نعم. فلذلك قال لك the router calculates the feasible distance of all paths to the destination route. فالاجابه سي. صحيح صحيح، لانه انا فقدت الاول ده ذات شفت. اوكي. ده كده يا شباب 100%، مش كده؟ يا يس. ممتاز. طيب طيب ثانية يا شباب، one second. طيب يا شباب، طيب يا شباب، فقلنا يا شباب الفيزيبل ديستنس هو شنو؟
فيجيبل ديستان ده سكن. طيب 4 الرقم باك. بتاع السكسيسور. ايوه هو الديستنس اوف السكسيسور مش كده؟ فاذا الفيزيبل ديستنس هو المتريك اوف السكسيسور ولا كيف؟ مش كده؟ That's feasible. يعني مثلا يا شباب راوتر 1 عنده كم مسار؟ ثلاثة من هنا ثلاثة. من عنده ثلاثة، ثلاثة. عنده ثلاثة مسارات راوتر 1 عنده ثلاثة مسارات مش كده؟ الثلاثة مسارات دي هل حسبنا المتريك لكل واحد من الثلاثة ولا لا؟ Yes. بالضبط، لكن ما كل المتريك دي بنسميها feasible distance مش كده؟ الأقل واحد هو اللي بيبقى فيزيبل ايوه ديستانس. اقل واحد اللي هو السكسيسر المتريك يكون فيزيبل ديستانس مش كده؟ يس فالقصه دي هنا فلاين توت ما شارحينها صح، يعني هنا قال لك the router calculates the feasible distance of all paths to the destination route. يعني قلنا في الرسمه في كم مسار يا شباب؟ ثلاثة في كم مسار ثلاثة للديستنيشن؟ ما في ثلاثه، افضل واحد ده هو الفيزيبل ديستانس مش كده؟ يا فده الفيزيبل ديستنس لكل الثلاثة مسارات مش كده؟ يا يعني ما بتعني انه اي واحد في الثلاثة مسارات عنده فيزيبل ديستنس، فكرة واضحة يا شباب؟ يس هو يعني ما كان بتعني انه اي، يعني هو ده one feasible distance لكل المسارات لانه هو الافضل في كل المسارات مش كده؟ نعم كلنا 100%. يس كان ممكن يقول اللو سموش يعني ناس ناين توت ما شرحوا الطريقة صحيحة هنا. أكيد لو قريت الجزء ده هو ده لوت يا أميمة، لكن هو الفيزابل ديستانس ده دم المتريك بتاع البيست باث. ممكن أقول الفيزابل ديستانس ده فيزابل ديستانس في كل المسارات للثلاثة مسارات لأنه هو الأفضل في الثلاثة مسارات. كلنا 100%. فهنا ما شرحوا الطريقة الصحيحة. هنا الجزء ده قال لك الفيزيبل ديستانس، قال لك the sum of the advertised distance plus the cost between the local router and the next hop router. دي ممكن لكن تكون صحيح، دي ممكن تكون صحيحة. مقصود بيها شنو قصة السم دي؟ مقصود بيها كالآتي يا أمي قصة السم دي. فليتس سي 10 over 7 divided by السم، list. السم دي مش مقصود بيها هنا بس مقصود بيها، يعني مثلا نحكي هنا الريبورت الديستنس كم يا شباب؟ 10,000 10,000 من راوتر 2 مش كده؟ نعم لكن من راوتر 1 الكوست كم؟ نحن نتكلم عن المسار عن طريق راوتر 2. من راوتر 1 المتريك كم؟ 11 11000 11. 11 معناه اللينك اللي هنا دي 1000، فإذا ذاك 10 وده 1000 هيكون 11 مش كده؟ صح عشان كده قال يعني صح الكوست من راوتر 2 لل10 نتورك إذا كان 10 والكوست هنا 1000 هيكون ال11 يا شباب مش كده؟ كلنا شباب 100%. لكن يس لو لاحظت للتاني اللينك التاني من راوتر 1 لراوتر 3 ما 14,000 أسيب مش نحن نركز في الرسمة الأولى دي. اوكي إذا الأول 10,000 ده راوتر 2 معلن 10,000 لكن الكوست من راوتر 1 11,000 معناه اللينك دي 1,000 يا شباب ولا كيف؟ صح يس فده مقصود به الصم، يعني الفيزيبل ديستنس هو الصم، هو مجموع الألف دي زائد الريبورت ديستانس من النكست هوب راوتر اللي هو راوتر 2 مش كده؟ يعني الفيزيبل ديستانس هي الريبورت ديستانس من النكست هوب راوتر اللي هو راوتر 2 زائد المتريك تو ذا نكست هوب راوتر. فدي مقصود، دي قصه الصنع يا شباب واضح؟ ماذا
ممتاز. لكن هنا شايف قال لك the router must calculate the feasible distance of all paths to choose the best path to put in the router cable. قال لك الراوتر بيحسب ال feasible distance لكل المسارات عشان اختار ال best path to put in the table. فهو الراوتر مش بيحسب ال feasible distance لكل المسارات يا شباب. اوكي، بحسب المتريك مش بحسب المترك لكل المسارات، وافضل مترك بيكون الفيزيبل ديستنس. ممتاز. طيب، فكلنا شباب 100% في الاجابه دي، مش كده؟ نعم. يعني الاجابه الصحيحه بي ان سي، يعني بي الباك اب راوت اسمه الفيزيبل سكسيسور، وسي بنحسب المترك زي ما قال هاشم لكل المسارات، بعدك افضل مترك يكون الفيزيبل ديستنس. الفورمولا دي العشرة دي 10,000، مش كده؟ 10,000 دي يعني ثابتة ولا دي 10 المتغيرة؟ power 7 لا 10 قلنا power 7 على باندت ولا دي ثابتة صح؟ دي معادلة ثابتة يا اوكي دي 10 مليون 10 مليون دي 10 power 7 اللي كنا بنتكلم عنها. شفت انا دات، لا لازم اني ها النظارة. اوكي تمام. اوكي طيب question 2 complete. طيب question 3 قال لك by default how does EIGRP determine the metric of a route for the routing table? By default how does EIGRP determine the metric of a route for the routing table? ال EIGRP بحسب المتريك كيف يا شباب؟ بيست اون شنو؟ based on the boundaries with delay. ايوه فالاجابه الصحيحه ايه؟ قال لك it Yeah. uses the bandwidth and delay values of the path to calculate the route metric. مش كده؟ Yeah. bandwidth and delay values of the path للمسار كله، يعني لما تيجي تحسب الباندويث والديلي مش للينك واحده، المسار كله اول ذا واي لحد ما توصل، مش كده؟ الباندويث بتاع كل اللينكس عشان تختار اللي هي الباندويث ومجموعه الديلي، ولا كيف يا شباب؟ Yeah. يس الاجابه الصحيحه is A. طيب question 4 question 4 يا شباب واضح انه ده راوتنج تيبل فيه ثلاثة راوت مش كده؟ Yeah. اثنين عن طريق الكونكتد يا شباب ولا كيف؟ No. والثالث ده دي ده عن طريق شنو؟ ال اي جي ار اي جي ار بي. ال اي جي ار يعني الكونكتد تي الريك ار الاو اس بي اف او يعني دائما الحرف الاول، لكن الاي جي ار في ما اي الاي جي ار في دي دي بعدين ال اس بالضبط ستار الاستاتيك الديفولت استاتيك صح؟ بالضبط static default صحيح ممتاز يا ماما. طيب قال لك which route type does the routing protocol code D represent in the output؟ دي معناه ايه يا جار فيها شباب مش كده؟ الإجابة الصحيحة دي قال لك route learned through EIGRP. كده يا شباب ال EIGRP complete كلنا شباب 100%. نعم. طيب الجزء اللي بعده هو ال NTP. ال NTP شباب اتكلمنا عنه بريفلي في الكلاس، لكن في الامتحان في سؤال فيه تفاصيل كثيره بتاعت اوثنتيكيشن وبتاعت كده متعلق بال EIGRP، فدي لازم نشتغلها، فممكن نشتغلها يوم الاثنين ولا كده. صحيح خلاص انتهى ولا شنو؟ لا ما انتهى ما انتهى، لكن اقدر اقول لكم ما حنشتغل اسئله الاي اي جي ار بي كلها، حنشتغل الاسئله الاولى، لكن اخر سؤال في الاي اي جي ار بي في مواضيع في الاي اي جي ار بي حنيجي نناقشها اول بعد ذاك نحله. اوكي طيب ال ان تي بي يا شباب فكرته كانت شنو؟ ان المالتيبل ال ان تي بي انتي اه ان NTP Network Time Protocol. Network Time Protocol فتكلمنا عنه بريفلي في الكلاس يا شباب. لسه قلنا مثلا في راوتر 1
راوتر 2. الانترفيس ده 01 02. التو راوتر دي يا شباب، الراوتر دي عندها كلوك، الراوتر دي عندها كلوك، عندها ساعة. فهل يا شباب الساعة المفروض تكون مظبوطة بين التو راوترز ولا لا؟ مفروض اهي. المفروض الساعة تكون مظبوطة مش كده؟ نعم فالساعة لو ما مظبوطة مثلا، كم لو قلت لك مثلا الساعة نوفمبر 11 الساعة 5 بي ام، لكن الساعة في الطرف الثاني مثلا ما مظبوطة قلت لك 8 بي ام، لو اللينك دي بقت داون قلت شو لونج، الشو لونج هيقول لك انترفيس 01 از داون يا شباب ولا كيف؟ يا هيقول لك داون ات 5 بي ام مش كده؟ نعم لو قلت شو لوك في الطرف الثاني هيقول لك يا الانترفيس داون 02. الأول الطرف الثاني 02 زيرو تو هو هيقول الانترفيس مش كده؟ 8 PM، هيكون 8 PM. ايوه هيقول لك 02 داون، هيقول لك 8 بي ام. فهنا النتورك انجينير لما يكون شغال ترابل شوتنج ممكن ما يشوف الريليشن شيب بين التو ايفنتس، مش كده؟ لان التوقيت ما مظبوط يا شباب ولا كيف؟ فلذلك لازم الكلوك في كل الراوتر في كل السويتش في النتورك تكون مظبوطه، كلنا شباب 100% التوقيت لازم يكون نفسه، عشان النتورك انجينير لما يشوف 5 بي ام هنا يشوف 5 بي ام هنا ويعرف انه the same network issue. بعد ده طبعا you can resolve the issue. الفكرة واضحة يا شباب؟ Yes. ممتاز. يا نات NTP Network Time Protocol. صحيح. Network Time Protocol بالضبط. بالضبط. فالـ NTP بيشتغل كيف؟ في مثلا راوتر 1، راوتر 2، راوتر 3. فطبعا يا شباب ممكن النتورك انجينير يظبط التوقيت هنا يقول 5 بي ام، لان في كوماند في الراوتر كونفيج دي كلوك مثلا تقول 5 بي ام، فممكن النتورك انجينير يظبط الكلوك في الراوتر، لكن القصه دي تتطلب نظبط الكلوك في كل الراوتر يا شباب ولا كيف؟ نعم وممكن النتورك يكون فيها 1000 اوف راوترز مش كده؟ يا فدي فائده ال NTP النتورك تايم بروتوكول. فكرة ال NTP انه بيكون في راوتر بيكون ال NTP سيرفر راوتر 3 ده، let's say مثلا ده 10.1 10.2 21 22. فبيكون في NTP ماستر و NTP كلاينت. الماستر هو بريستيل التوقيت للكلاينت، فمثلا لو 3 ده نقول كونفيج دي ام تي بي ماستر. ام تي بي ماستر دي معناها سيرفر، كلمة ماستر في الكونفيجريشن معناها سيرفر، لكن راوتر 2 ده نقول كونفيج دي ام تي بي ده كلاينت، معناها راوتر 2 ده اذا كلاينت السيرفر بالنسبة له مين يا شباب؟ راوتر 3 راوتر 3 حنقول ان تي بي سيرفر راوتر 3 مثلا 20.2. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم وراوتر 1 ده كلاينت كونفيج تي ان تي بي سيرفر. السيرفر بالنسبة لراوتر 1 هو من يا شباب؟ راوتر راوتر 3 راوتر 2. 2 راوتر 2 يعني راوتر 2 هو كلاينت لراوتر 3 لكن هو سيرفر لراوتر 1. يا فكرة واضحة شباب؟ يا ممتاز. معناه اذا يا شباب راوتر 1 كلاينت مش كده؟ نعم والسيرفر بالنسبة لراوتر 1 منو؟ تو ايوه راوتر 2 معناه هو اللي هيرسل التوقيت لراوتر 1 يا شباب ولا كيف؟ نعم وراوتر 2 ده هو سيرفر بالنسبة لراوتر 1 لكن هو اوكي كلاينت بالنسبة لنا راوتر 3 بالنسبة لراوتر 3 مش كده؟ نعم وراوتر 3 يا شباب هو السيرفر مش كده؟ يس فالكونفيجريشن بسيط، يعني السيرفر بنقول ام تي بي ماستر والكلاينت وي كونفيجر ذم بالاي بي ادريس بتاع السيرفر، الكلاينت
لازم تحدد له الاي بي ادريس بتاع السيرفر عشان يعرف يجيب الكلوكينج من وين يا شباب، ولا كيف؟ نعم فكرة واضحة يا شباب؟ يس جميل. والراوتر 3 ده ذاته ممكن يكون بيجيب الكلوكينج من ام تي بي سيرفرز في الانترنت. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم زي ما الانترنت يا شباب فيها دي ان اس سيرفرز عشان تديك الاي بي ادريس اوف جوجل، تقول لك جوجل 80.80.80.80، تديك الاي بي ادريس اوف البيج، تقول لك جوجل 80.80.80.80. الانترنت برضه فيها ام تي بي سيرفرز. كل شيء 100%. ما انا هو ذات ترى قول تاني. ماستر، هو ذات انه ماستر. ايوه بالضبط بالضبط. فراوتر 3 بيجيب الكلوكينج من الام تي بي سيرفرز في الانترنت، والام تي بي سيرفرز في الانترنت ذاته مستويات ليفلز ليفلز، والاكيوريسي بتاعتهم بتتقاس بما يسمى بالستراتم. يعني مثلا في ام تي بي سيرفرز فيري اكيوريت في الانترنت، دي ما اسمه ستراتم زيرو. بعدك في ام تي بي سيرفرز تانيين دي مثلا ممكن يكون ستراتم 1، الاكيوريسي بتاعته اقل من ستراتم زيرو لان هم بيجيبوا التوقيت من ستراتم زيرو. فكره واضحه يا شباب؟ نعم بعدك عندك ان تي بي سيرفر ثاني ستراتم 2 ستراتم 3 اند سو اون. فكره واضحه يا شباب؟ يا الزيرو وعلى الاستراكم زيرو ده الزيرو هو ده الطاب يعني، مش كده؟ الموست ده اكيوريت الاكيوريت. بالطبع. ايوه ده الموست اكيوريت بالضبط صحيح. طيب بس هنا الماستر ان تي بي راوتر 3 ده هو اللي بيجيب من السيرفر، بعدها قد بوزي لراوترات 1 و 2. صحيح صحيح. راوتر 3 ده بيجيب من ام تي بي سيرفر في الانترنت، والام تي بي سيرفر في الانترنت ده بيجيب من ام تي بي سيرفر تاني في الانترنت عنده ستراتم افضل، والام تي بي سيرفر في الانترنت اللي عنده ستراتم افضل بيجيب برضه من ام تي بي سيرفر في الانترنت عنده ستراتم افضل. فكره واضحه يا شباب؟ نعم and so on لحد ستراتم زيرو. كلها شباب 100%. yes ممتاز. فدي دي تفاصيل الـ NTP اللي احنا اشتغلناه في الكلاس. فهنحل الأسئلة بتاعت الـ NTP، وفي الجزء بتاع الـ Authentication اللي ممكن نشتغله في الكلاس الجاي. طيب ال NTP كده شباب، ال EIGR في complete وال not complete مش كده؟ نعم طيب ال NTP questions، نفس الرسمة دي يا شباب، دي الستراتم. شايفين هنا أعلى ليفل للستراتم كم؟ زيرو. زيرو. بعدك في ستراتم 1، بعدك في ستراتم 2، بعدك في ستراتم 3 مش كده؟ نعم دي كلها NTP servers في الإنترنت يا شباب، ولا كيف؟ يا طيب جميل. فهنا قال لك السؤال الأول: which command should you enter to configure a device as an NTP server؟ دايرين to configure router as an NTP server، ما client as a server. فالكوماند شنو يا شباب؟ كومبوت تي ماستر ماستر صحيح، NTP master مش كده؟ يا الإجابة الصحيحة دي يا شباب، NTP master، ولا كيف؟ يس ممتاز. طيب ده question 1. Question 2: which two pieces of information can you determine from the output of show NTP status؟ في command اسمها show NTP status، هذه الكوماند يا شباب، شايفين هنا؟ يا يا تراوتر يا شباب؟ راوتر 1 راوتر 1 show NTP status. show NTP status دي بتوضح لك الحاصل شنو من ناحية NTP. فأول شيء قال لك clock is synchronized. سينكرونايز يعني الساعة مظبوطة. مظبوطة يعني شنو؟ سينكرونايز يعني شنو؟ يعني مظبوطة مع راوتر ثاني. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم سينكرونايزيشن معناه سيم تايم، لو لك الجهازين دول سينكرونايز معناه الله شغالين في نفس الوقت سيم تايم. فلو نقول لك كلوك سينكرونايز معناه راوتر 1 ده الساعة بتاعته مظبوطة مع راوتر ثاني. فكرة واضحة يا شباب؟ يا
وقال لك راوتر 1 ده ثلاثة طن. 10 زيرو 10 اوكي 3 10 كلوك السينكرونس 3 10 ويت ميك سنس يكون 3 10 لان 3 3 و2 1 و0 ديل ديل انتيتي سيرفر بس الانترنت يا شباب مش كده؟ نعم والريفرنس ريفرنس 10 1 2 1 الريفرنس بالنسبه للراوتر 1 قال لك 10 1 2 1 معناه 10 1 2 1 ده منين يا شباب؟ لاين لما الكلاينت انترنت ماشي كيف؟ اوكي انترنت اللي بيجي منه الكلوك ماشي إلا كده أنت عرفت كيف راوتر وين جايب من الإنترنت. اوكي طيب ما هو الماستر ده بيجيب من الماستر أنت عرفت كيف إن راوتر وين إذا ماستر؟ ماستر الماستر. ونص اوكي تمام ف كولوم لما ممكن ما ال يكون ماستر ممكن يكون كلاين. ال ريفرنس دي ريفرنس ده المرجع. كلمة ريفرنس معناها مرجع. بالنسبة لل NTP المرجعية بالنسبة لراوتر 1 ده is 10 1 2 1. معناها راوتر 1 ده يا شباب جايب التوقيت من وين؟ من الإنترنت الانترنت. لا ما من الانترنت، ما قال لك الريفرنس إذا الانترنت. ماستر يعني من الراوتر 2 من راوتر 2 اللي هو الاي بي ادريس بتاعه كم؟ راوتر 2. هو وان ما نحن يا شباب جايين في الرسمة رسمنا كم راوتر؟ كثير 5 راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 تلاتة ايوه تلاتة وكلانو وراوتر ماستر 1 كان راوتر 1 كان كلاينت وراوتر 2 سيرفر بالنسبة له مش كده؟ يس لكن راوتر 2 ذاته هو كلاينت بالنسبة لي راوتر يا شباب راوتر 3 ماستر راوتر بالنسبة 3 وراوتر 3 للماستر ذاته سيرفر السيرفر سيرفر وراوتر 3 جايب من وين يا شباب؟ راوتر 3 جايب التوقيت من وين؟ من الانترنت من الانترنت. فاست هنا الكوماند دي تقول تشو ان تي بي ستاتس قال لك كلوك از سينكرونايز معناه راوتر 1 ده الساعه بتاعته مظبوطه مع جهاز ثاني يا شباب مش كده؟ نعم جاب قال لك الريفرنس الريفرنس او المرجع بالنسبه للراوتر 1 ده هو 10121 فريفرنس يعني شنو؟ ده المحل اللي جاب منه انتر للساعة كلوك ايوه المحل جاب منه. فاذا هو اللي جاي من محل معناه هو كلاينت ولا هو سيرفر؟ سيرفر على كلاينت سيرفر سيرفر الكلاينت صحيح. لو اذا هو جاي بيوم اذا هو يتعلم التوقيت من ديفايس ثاني هو كلاينت ولا كيف؟ يس فاذا السيرفر هو من يا شباب؟ الاي بي ادريس اوف السيرفر هو من 10121 10121 بالضبط. فالشو ام تي بي ستاتس بتقول لك الكلوك از سينكرونايز معناها بتوريك ان الديفايس ده از سينكرونايز مع جهاز ثاني مش كده؟ نعم فار 1 ده غالبا كلاينت ولا سيرفر يا شباب؟ كلاينت R1 كلاينت ولا سيرفر؟ كلاينت كلاينت بالضبط. وجايب معناه جايب ال NTP من سيرفر يا شباب ولا كيف؟ ولا IP address of the server is come 10121 1021 معناه يا شباب ال show NTP status بتوضح لك انه ال device ده is synchronized مع device ثاني وبتديك ال IP address of the server ولا كيف؟ فقال لك which two pieces of information can you determine from the output of show NTP status command show NTP status command from the output of the show NTP status command. طيب الإجابة B قال لك the IP address of the peer to which the clock is synchronized the IP address of the peer to which the clock is synchronized. هنا ما قال لك IP address of the server لكن قال لك IP address of the peer. peer يعني الراوتر الثاني زميله اللي هو الكلوك سينكرونايز معاه. فإجابة صحيحة ولا ما صحيحة يا شباب؟ يس ممتاز. The IP address of the peer to which the clock is synchronized. إجابة صحيحة مش كده؟ يا
ودي قال لك whether the clock is synchronized، هل الكوماند شو بتحدد لين اذا الكلوك synchronized ولا لا؟ Yes. هل شو انت في ستات اللي تحدد لين؟ هي لانه اول اوتبوت بيقول لك clock is synchronized، مش كده؟ Yes. طيب معناه الاجابه Yes. الصحيحه بي اند دي، مش كده؟ اللي في ادريس ويقول لك ان الكلوك is synchronized، كيف يا شباب؟ نعم. ممتاز. طيب question 3، which two tasks must be performed to configure NTP to a trusted server؟ ايوه ده السؤال بتاع الاوثنتيكيشن. فده يا شباب هنشتغله المره الجايه، لانه نشتغل التفاصيل بتاعت الاوثنتيكيشن. زي ما قلت لكم الان تي بي اوثنتيكيشن ما مقرر، يعني التفاصيل اللي احنا ناقشناها دي احنا اشتغلناها في السي سي ان اي. الاوثنتيكيشن ما كان مقرر وما اشتغلناه، لكن السؤال اللي هنا متعلق بالاوثنتيكيشن، فبدل ما بس تحفظ الاجابات تاعي احسن نشتغل الفكره، نشتغل التفاصيل بتاعت الاوثنتيكيشن ونفهم الاوثنتيكيشن بيشتغل كيف في الاي اي ار بي، بعد ذاك بيكمبليت السؤال ده. ممتاز. فباقي لنا one question، باقي لنا one question في الـ AIRP. في ان تي بي، في ان تي بعد بي ذاك أمين في الـ NTP، صحيح يعني. الناتو الـ AIRP complete. وممكن يا شباب نختم بدري وأشوفكم بإذن الله يوم الاثنين. والله حرمت، بس ختمت لك في زمن ممتاز. اجل. ها؟ ختمت لك في زمن حلو. ايه رايك؟ ليه؟ خليه خليني عجب اكون فيه كلام خفيف كده. هسه. قمت اقرا داير ادور تراك عشان ننزل البضاعه. زمن حلو. جاي ما كان نفهم هاي. وين يا شباب؟ وين موسى؟ وين عمار؟ عارف الناس وين الليلة؟ خايفين الليله ما عارف. أيوة بإذن الله يكونوا معانا لونج يوم ويكند. الاثنين. يا إن شاء الله رمضان كريم بقول يا لهم جماعة. ويجي رمضان باقي كم يوم يا جماعة؟ ما Monday خمسة. for sure. Monday. اوكي أنا اوكي الأذان ممتاز. بيأذن في الساعة دقيقة طيب بالضبط 6:30 5. 6:30 5. طيب يعني الاثنين انتوا هيكون عندكم 5:30. نحن عندنا 5:30. طيب معناه إذا معناه لأغلبية الناس موعد الكلاس أصلا بعد الأذان، مش كده؟ ايوه يعني لو ممكن عملتوا لنا الساعة 7 بكون ظابط معانا. 7 عندنا هنا ناخر ساعة يعني مثلا، تقريبا. قلنا شوف باقي الناس. بدل نبدأ 7 بتوقيتي نبدأ 8 نعم توقيت دنبر، مش كده؟ هو طبعا تقريبا برضو الزمن هيتأخر لأنه توقيت الصيف اللي احنا ما خشينا فيه، فده برضو هيعمل انترابشن بعدين صح. بعدين كمان اي يوم الاحد هيغير الساعة صح. يغيروا. اي فيلا لما يغيروا ده الزمن، زمن الساعة 7 ده هيرجع يبقى الساعة 6. إذا لو كان مثلا احنا المغرب بنصلي الساعة 6 هيمشي مثلا يتحول لساعة 7 ولا ساعة 8 وحاجة. بس خلاص صح كلامك. ده برضو بكون عملية بتاعت جوتا، ايوه لكن احنا ممكن نشوف المهم هو أول رمضان بيزحر كل الحقائق، يعني ممكن الناس صح تتفق حتى حاجة الوقت. ممكن. يعني طيب معناه نقول الساعة كم بالتوقيت الجديد اللي هو بتاع يوم الاثنين؟ نقول الساعة كم نبدأ؟ يعني هيكون وانا عندك وانا تسعة اور ونص ليتر ولا كيف؟ طيب هيكون طبعا هو ده الحاجة اللي ما متأكدين منه لسه، لأنه إذا لو نحن قلنا نغير ولا نقدم ولا ما نأخر ده ما عرفنا بالضبط كده التوقيت ده هيوصلنا وين في مع الإفطار التوقيت الجديد، فده اللي بيعمل لنا الإشكال. فعشان كده أنا بفضل إنه نحن نصوم اليوم الأول، وأي ناس ممكن يجوا بوجهة نظرهم حسب توقيتهم كده ممكن نتفق من هناك. يعني انت قصدك يكون في نفس المواعيد موندي صح؟ ممكن عيال موندي ده ممكن الناس تشوف، انا متاكد في ناس يقول لك نحن لسه ما فطرنا، وفي ناس يقول لك نحن عارف فاطرين وكده. طيب ممكن نحن يا شباب نأخر ساعة بس موندي ممكن اي ممكن وبعد ذاك
بس يعني انا اكتب ريست المسج في الجروب اقول يوم الاثنين هنبدا 8 بي ام دنفر تايم. تمام كويس ان شاء الله. ممتاز. ممتاز يا جوب. طيب انت بتفطر ساعة كام يا استاذ؟ بعدين انت شايفك انك شلت انا في دحرج واتقدمت بينا كده بنرموك، لكن تعرف لغة الحبوبات؟ بتكون فطرت صح؟ انا ما اعرف بالضبط الساعة كم الفطور بيكون، لكن ديفنتلي 6:30 بعدي بكون فطر صح. فلكن قلت لكم يكون 8 مراعاة اللي نفس ستيت تاني ولا كده. طيب الكلاس هيبقى ساعة ولا ساعتين؟ يكون ساعة، و حق ممكن الليلة يكون ده والله ساعة، ممتاز جدا. ممكن يكون خلاص ساعة نشوف، ما هو مشكلة، كله خير خير، إن شاء الله. نزل معناه الله إنه التوفيق، نقول 8 يا شباب مش كده؟ إن شاء الله بس بإذن الله. خير ممتاز يا شباب، أنا أرسل المسج في الجروب إن إن والله شاء الله. كريم عليكم، إن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير اللهم آمين. وعلى سيدنا عليكم إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يعني يبارك فيك. السلام الساعة عليكم. 8 بالمساء يعني. الساعة 8، الساعة 10 8 بإيسترن تايم زون. 8 8 8 8 دنبر حقنا. تايم يا. لا لا 8، وإن إحنا 8 بتوقيت إيسترن 10. أو الساعة 10 بالليل. يس. ده كده يا دوب بدنا نتعود على فكرة. هلو جد جد. ده أحسن لنا كان والله، زماننا لا زماننا، لأنه يعني تبدأ 10 تعالى تقعد ليه 11. ما هو نحن أخرنا ساعة، أخرنا ساعة أساسا، الساعة دي أنتوا كنتوا بتدخلوا في الكلام. صح هاي صح. بالضبط بالضبط، لو هنشتغل ساعة. جرينا اقل يا كمان نقول لي 12 طبعا لا لا، ما حنشتغل ساعة بإذن الله، هنلاقي بإذن نتفق على الله. وقت أبدا وكده. والله كده كده قبل ما تقرروا ده خلوا لنا بتمريض نتيجة ونص أفضل من إنه تعمل 10، لأنه يعني الواحد قلتي طيب، فإذا ايش ولا نحن يوم الاثنين نبدأ 8 دنفر تايم، وبعد ذاك نشوف نتفق على الوقت، اوكي. ممكن نغرب انه الساعة 7 افضل يعني، انا بتكون عندي الساعة 9. ممكن نواصل بالتمانية، لكن مبدئيا نقول 8 بي ام ان شاء الله. on Monday. ممتاز يا شباب، ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. السلام عليكم. تمام أهلا. الله يبارك فيكم يا شباب. السلام عليكم.